طيب خلينا ننتقل لقصة تانية، وهي احنا دلوقتي الافراجات شغالة، التدبير برضو مستمر. قولولي اولا نسمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الافراجات اثرت فيكو يعني في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا الافراجات كلها للشركات الكبرى؟ لا، ما هو الافراجات دي بتشمل، هي رو ماتيريال مينلي يعني اللي هنتكلم عليه. فالرو ماتيريال ده بيشمل التاجر اللي بيبيعه للصغير او الكبير اللي بياخده دايركت ليه، فشيء طبيعي ان يبقى ليها ريفلكت على يعني كان في هذه الافراجات اثرت على 100% عمل طبعا الشركات طبعا. والاسعار نزلت يعني اوريدي لما حصلت هذه الافراجات. هو السعر ليه قفز اسعار عندنا؟ ايه اللي نزلت يا استاذ باشمهندس علي؟ مثلا ادوات الطباعه كلها نزلت، في ادوات كتيره نزلت، ورو ماتيريال كيميكالز نزلت. هي الفكره كلها السعر تضاعف، مش نتيجه تضاعف الدولار وبس، السعر تضاعف مرتين، مره للدولار ومره للندره. لما شال الندره بقى سعره وفقا للدولار، فاصبح السعر النهارده في نزول فعليا. خدت بالك؟ هو ده شيء طبعا مطمئن للناس. هي الفكره كلها اللي احنا فيه النهارده ده، لو فعلا الدولار ثبت على وضعه الحالي او حتى زاد شويه وثبت، انت خلاص عديتي النفق اللي احنا فيه. هي دي النقطه. مهندس نجاري، الافراجات برضو اثرت يعني جزء كبير طبعاً منها كان للصناعات الغذائيه، للزراعه، للفلاح، يعني هل انتوا تاثرتوا؟ المدخلات يعني انت حضرتك الكل يعرف احنا في لجنه اسمها اللجنه العليا للسلع الاساسيه في مصر، وانا عضو فيها. احنا بنحتاج 1,200,000 طن قمح شهريا في مصر، وبنحتاج 1,000,000 طن ذرة، و500,000 طن صويا. ف يعني ما بقولش اخبار المفروض تبقى يعني بتعبر، لكن في تحسن، لكن في تحسن. لكن الندرة اثرت عليا في ايه؟ اسعار الاعلاف طبعا. الدواجن تاثرت، اللحوم تاثرت دايرة. فهي دايره. فاحنا يعني في كميات ما زالت موجوده، لذلك يمكن معالي وزير الخارجيه سامح بيه شكري من يومين عمل خطاب للجي 20، كان محور الخطاب كله ان محاوله ان مصر تبقى مركز لتخزين الحبوب سواء في المنطقه الاقتصاديه او في دمياط. ده فكرة لابد ان فعلا نحارب عليها، وان الجي 20 يضغطوا على الاعضاء مع البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي، على اساس ان فعلا مصر لو حطينا هذه السلع هنحل هذه المشكلة، لانها تبقى بضائع مخزنة بيدفعوا لنا فلوس بدل ما انا اجيبها واركنها في المينا ودفعنا دمرج كتير.